نايمين ما حسينا، ولا البناية عم تهز والحيطان عم البلوك أول ما صار يطب. قمت وقفت فورا، شلت ولدين وطلعت شلفتهم برا البناية برا المدخل ورجعت. قلت لمرتي شيلي، في عندي ولد صغير، شالته كمان وطلعت. قلت لها شيلي وطلعي برا البناية. رجعت دخلت على الغرفة الثانية اللي فيها أهلي، أختي ما عم تعرف تطلع من الرج والبلوك عم يطبطب. طلعت هي وبنتي وقطعتهم شي مترين بس برا المدخل ورجعت رقدت دخلت لها طالع أمي وأبوي وعمتي. أنا صرت بالمدخل والبناية طبت. أنا كنت لقيت حالي هيك مستوت بالأرض والله، ومتضغط من إيش ما عرفت. إيه والبناية والعالم كلياتها بمدخل البناية عم ترقد بدها تطلع، وطبت البناية. ايه توفت عمتي وابوي وامي، رجعنا تحت الصفر والله. يعني ما وضعنا مأساوي ماكن. اللي ترك بيته واهله وعافن ومشي شو بده يكون وضعه؟ طلعنا والله من هون لشرق سوق الهلحف، يعني ما ماشيين هيك. واحد نايم قام ومشي، ترك كل شيء وطلع. يعني هي هذا الوضع. شعور تحت الأنقاض كتير كتير بخوف. كنا سهرانين بالبيت، خلال يعني تمام الساعة الرابعة وربع حصل زلزال قوي، يعني كتير كتير قوي. طلعت الأولاد والعيال طلعوا قدامي، وأنا ضليت أكثر من ساعتين ساعتين ونص تحت الأنقاض. يعني بدي أقول لك شعور الله سبحانه وتعالى اللي قدر، الحمد لله. ضلينا أكثر من ساعتين ساعتين ونص. طلعنا من بيوتنا ما طالعنا شيء خالص خالص، يعني معلقة صغيرة ما طالعنا. اجى يعني مركز الدفاع المدني اجى انقذنا والحمد لله، وضلينا يوم كامل بالاراضي لحتى اجوا مركز الدفاع المدني واقلونا لهون على مركز لواء الجديد. وقت انا كنت تحت الانقاض كان جاري عم يستغيث، طالعوني دخيلكم طالعوني، وانا سمعان صوته، انا سمعان صوت جاري. بس يا سبحان الله بعد انا ما انقذني الدفاع المدني طالعوا لجاري الله يرحمه متوفي، كان عم يصيح اخ راسي دخيلكم ايدي وجري متكسرات.